معكم. أولا وقبل كل شيء تحية 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 الأوروقاسيتا، قناة صغيرة ولكن كتعمل بواحد الجدية، واحد الجدية ممتازة، الوحيدة اللي شفتها كتغطي جميع التظاهرات الجالية المغربية هنا في بروكسل. ثم فيما يخص هذه الأمسية، كانت أمسية من أجمل ما عشنا هنا، كون فرقة ديوان الناس يعني من الفرق اللي حاملة المشعل الأغنية الغوانية بدك النفس الحقيقي العميق. اليوم طبعا هما معروفين بالجودة الأعمال ديالهم، ولكن اليوم كان تفاعل جميل للجمهور. الجمهور يعني كان هنا الجيلين، الجيل الأول والثاني وربما كان الثالث، لأن شفنا بعض الأطفال صغار. كانت أمسية من أنجح الأمسيات اللي عشناها هنا. تحية لمجموعة ديوان الناس، وأعيد تحية ديالي لأوروقاسيتا. اليوم قدينا واحد الأمسية جد رائعة مع مجموعة ديوان الناس بأغاني ناس الغيوان. ومجموعة ديوان الناس هذه المجموعة هي من مجموعة الجيل، متشبعة بأغاني الغيوان، بالأغاني الشعبية التراثية. تأسست هذه المجموعة في 2004 برئاسة الأخ سعيد شفيق. واللي زوين في هذه المجموعة هي أنها قامت بواحد المبادرة جد جد مهمة بالديار البلجيكية، وهي أنها اخذت واحد المبادرة، واحد الاستمرارية لهذا النوع من الغناء المغربي التراثي الشعبي. مجموعة ديوان الناس أعطت وما زال كتعطي، وما زال عندها أغاني خاصة بها، واللي غادي تكون بحول الله مفاجأة للجمهور في 2018 إن شاء الله. وشكراً.